برنامج متنوع تضمن ما تزخر به السلطنة والجمهورية التركية من موروث ثقافي وأدبي وفني، شكل مشهد الاحتفالية الثقافية لكلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث يدرس بالكلية حاليا مجموعة طلبة وطالبات من الجمهورية التركية. نحن جئنا إلى هنا لنعيش مثل العرب، يعني بين العرب وهكذا، وكان يعني فرصة سعيدة جدا، وتعرفنا عن ثقافة جديدة وجيدة، نتعلم كيف تستطيعين تتكلمين مباشرة، يعني ليس تكتبين وتدرسين وهكذا، وهذا يعني لكي نتحدث دائما في المجتمع مهمة، وتعلمنا هنا هذا. يعني الحمد لله تعلمت اللغة العربية بشكل جيد، حينما حتى فقط شهر أنا بقيت هنا، فقط شهر، ولكن تطورت اللغة العربية بشكل جيد. لوحات جميلة من الموروث العماني، وفقرات من الأدب والفن التركي، ومسابقة المتحدث الفصيح تصدرت برنامج الاحتفال. تعرفت على ثقافة العرب وخاصة عمان، وأعجبتني كثيرا بصراحة، يعني ثقافة مختلفة تماما عن تركيا، أطعمة ومناسبات، ويعني حتى الأماكن التاريخية للزيارة مختلفة جدا. زرنا كثيرا من الأماكن التاريخية والسياحية، وجميل جدا الحصن والفلج والقلعة، ويعني كثير من الأشياء. المعرض المصاحب أبرز هو الآخر، وبأنامل الطلبة والطالبات الدارسين بالكلية مجموعة قيمة لمفردات تراثية وتاريخية وحضارية تزخر بها الحضارة العمانية والتركية. هذه الأشياء بالنسبة لنا بالنسبة لكم رائعة جدا، لأن بفضلها نحن نكون مثقفون، لأن يوجد هنا اختلاط الثقافة كثيرا، يعني يوجد مثال الصور من تركيا وعادات والتقاليد التركية، ونحن رأينا أيضا ثقافات وتقاليدكم. الأزياء التقليدية والمأكولات بأنواعها والحرف والصناعات اليدوية صورة من صور التعرف على ثقافة الآخر، جسدها المعرض الذي شهد تفاعلا واسعا. لا يتوقف دور كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عند حدود تعليم اللغة العربية، بل يمتد الدور إلى المزج بين مختلف ثقافات وحضارات الأمم، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يشارك فيها الطلبة الدارسون من مختلف دول العالم. سعيد بن الذيب الهنائي، ولاية مناح، محافظة الداخلية.